عن أسماء الحيوانات المهددة بالانقراض، وطابقناها مع الصور، وثم طابقناها مع أماكن وجودها. الآن نأتي إلى بعض المعلومات. واختارنا 4 حيوانات من هذه الحيوانات المهددة بالانقراض، almost extinct، يعني على حافة أو تقريبا على حافة الانقراض، extinct or extinction. Read the questions on activity book page 55. هذا هنا عندنا أسئلة من في كتاب النشاط في صفحة 55، exercise A، تمرين A. Read the fact files، هنا نقرأ ملفات الحقائق هذه هنا. And find the answer and find answers as quickly as you can، ونجد الأجوبة بالسرعة الممكنة. هنا راح نقرأ الأجوبة، موجودة عندنا محلولة. North Atlantic right whale، هنا الحوت الأنسب أو حوت شمال الأطلسي الأنسب، وراح نعرف ليش سموه بهذا الاسم. قول 200 years، 200 عام ago، قبل 200 عام، the Americans called it the right، بين قوسين right هو الصحيح أو المناسب أو الأنسب، right whale because it was the right whale to hunt، لأنه الحوت الأنسب للصيد. It is slow and easy to catch، هو بطيء وسهل الإمساك. And it has lots of oil in its body، ويوجد الكثير من الزيت في جسمه. Hunters، الصيادين، killed almost all of them، قتل الصيادون تقريبا كل أنواع الحيتان هذه. Today there are only about 350 in the North Atlantic، اليوم لا يوجد منها سوى 350 نوعا في شمال الأطلسي. Hunting has stopped، يعني توقف الصيد، but the population is not increasing، ولكن هذه الحيوانات لم تزداد أعدادها. One reason may be pollution in the sea، أحد الأسباب قد تكون هو تلوث البحر. If the right whale becomes extinct، لو أصبح الحوت الأنسب منقرضا أو لو انقرض الحوت الأنسب، it will be very sad، هنا نستخدم الـ first conditional لأن هذا شيء ممكن الحصول على هذا الصيد الجائر أو المفرط، فهنا الحوت الأنسب معرض بشدة للانقراض. فـ if the right whale becomes extinct، إذا انقرض الحوت الأنسب، it will be very sad، سوف يكون الأمر محزنا. But at the moment nobody knows، لكن في هذه اللحظة لا يعرف أحد how to help them. نأتي إلى كيفية مساعدتها. الآن نأتي إلى الحيوان الآخر وهو giant panda، الباندا العملاق. Pandas eat bamboo، الباندا تأكل الخيزران. Sometimes 3 kilos per day of it، بعض الأحيان 30 كيلو من الخيزران في اليوم الواحد. This means they can only live in places، هذا يعني بأنها تعيش فقط في أماكن with lots of bamboo، بالكثير أو تزخر بالكثير من الخيزران. So these beautiful animals، لذا هذه الحيوانات الجميلة have a problem، لديها مشكلة. If people destroy their habitat، لو قام الناس أو إذا قام الناس بتدمير موطنها، they will not be able to move to other places، لا يكون لديها القدرة في التحرك إلى أماكن أخرى. And the bad news، والأخبار السيئة، is people are destroying their habitat، يعني الناس بالفعل يقومون بتدمير موطنها. There are less than 1,000 wild pandas today، يوجد أقل من 1,000 حيوان باندا في الوقت الحاضر. Zoos have about 60 and are trying to breed them، يوجد في حدائق الحيوان حوالي 60 منها، وحدائق الحيوان تحاول تربيتها. الآن الحيوان الثالث وهو الماونتن غوريلا الجبل أو الغوريلا الجبلية. Gorillas live in the forest، تعيش الغوريلا في الغابة. People cut down trees، الناس تقطع الأشجار، and destroy the forest، وتدمر الغابة. So the gorilla's habitat is getting smaller، لذا موطن الغوريلا يصبح أصغر فأصغر. Hunting gorilla is against the law، وضد القانون. But illegal hunters، ولكن الصيادين غير الشرعيين، still kill them، لا يزالون يقتلونها.
Some people eat gorilla meat. بعض الناس يأكلون لحم الغوريلا. If we do nothing, إذا لم نعمل شيئاً, mountain gorillas, الغوريلا الجبلية, will become extinct. سوف تصبح أو سوف تنقرض. In a few years, خلال بضع سنوات. It is possible to breed gorillas in zoos. من الممكن تربية الغوريلا في حدائق الحيوانات. Many zoos around the world have gorilla breeding programs. يعني الكثير من حدائق الحيوان لديها برامج لتربية الغوريلا. نجي إلى الحيوان الأخير وهو التايجر. Number 4. النمر. Although it is against the law. رغم أن هذا الشيء مخالف للقانون. There is still a lot of tiger hunting. لا يزال هنالك الكثير من صيد النمر. There are three reasons. يوجد ثلاثة أسباب. People think that tigers are dangerous. السبب الأول أن الناس يعتقدون بأن النمور خطرة. Tigers sometimes eat cows and sheep. بعض الأحيان النمور تأكل الأبقار والأغنام. So farmers, لدى المزارعين, don't like them. لا يحبونها. لا يحبون النمور. 3. In Chinese medicine, في الطب الصيني, they use tiger bones. يستخدمون عظام النمر and other parts of the body وأجزاء أخرى من الجسم. There are very few wild tigers left. بقي القليل من النمور البرية حاليا. Perhaps 5,000. ربما 5,000 نوع. In China there are only 30. في الصين يوجد فقط 30 حيوان. Tigers will be extinct. سوف تنقرض النمور in 20 years. خلال 20 عاما. If hunters go on killing them. إذا استمر الصيادين بقتلها. We can breed tigers in zoos. يمكننا تربية النمور في حدائق الحيوانات. Yes, but they have another problem. ولكن هنالك مشكلة أخرى. Two, people are destroying their habitat. إن الناس يدمرون موطنها. فهنا مشكلتين. مشكلة تدمير يعني أكثر المشاكل تعرض لها الحيوانات المهددة بالانقراض هي إما الصيد الجائر أو التهديد الموطن الخاص بهذه الحيوانات وتدميره أو التلوث. أو استخدامها في الطب أو الطعام أو استخدامات أخرى. استخدام فرائها أو استخدام أجزاء من جسمها كما تلاحظون. فهذه الحيوانات مهددة بالانقراض. Almost على حافة الانقراض. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.